نجم الكره الهولنديه يدخل في اليسار ويصاب جول 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 الالمان الالمان هم الان ملوك الزمان الالمان عصبوا الاسبان نيران نيران هؤلاء النجوم الالمان كره المانيه ثابيه عادت الى مداراتها الطبيعيه بذكريات السبعينيه انسلتن يا اريان روبن نجم الكره الهولنديه يساريه ذهبيه في الشباك الكتالونيه نار 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 بايرن ميونخ في هذا المشوار اريان روبن 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 الهولندي المتحدي والكتيبه البافاريه تاخذ اجمل اسبقيه على الاراضي الكتالونيه شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري كرة رائعة كرة خرافية بافارية في الملاعب الأوروبية مانجوكيتش الرمل أتمت لويس جوستافو ماكينة ألمانية في التحرك ماكينة ألمانية ماكينة ألمانية جول 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 الألمان 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 لكم مشاهدينا الكرام هم ملوك الزمان بالنيران بالنيران يكتوي الاسبان نيران صديقة لبيكين باور جنرال بيكي انت الدور السعيدي برشلونة كرة المانية نارية ريبيري في التوزيع وجنرال بيكي يضع الكرة في الشباك وهو الفتاك والنهاية قلت لك عذبت المانيا سابقا منتخب اسبانيا فاز على المانيا في نهائي اليورو 2008 منتخب اسبانيا اقصى المانيا من نصف نهائي المونديال 2010 ومنتخب اسبانيا فاز باليورو 2012